رد حضرتك على النقاط اللي قالتها، والحاجة التانية ايه هي مقترحاتك اذا كان لسه مشروع القانون اللي تقدم من 4 سنين لسه لحد دلوقتي مش عارف يشوف النور، والمقترحات اللي موجودة في البرلمان دلوقتي معظمها بيدور حوالين احنا عايزين 500 مليون جنيه علشان على 4-5 سنين نقضي على هذه المشكلة، التطعيم والتلقيح والعمليات اللي محتاجين لها. ردك على ده ايه، وازاي ممكن نتصرف دلوقتي برؤيتك بقى للموقف بالزبط. ككل حد وعلى الارض تقولي لنا ايه؟ انا سعيده انه الدكتوره شيرين اكثر من مره كررت انه ما تقوله وتسرده الان علينا هو ده العلم وراي العلم وكل هذه الامور، وكنت اتمنى انه دائما يؤخذ براي العلم في التعامل مع حيوانات الشوارع وكلاب الشوارع، وليس فقط في تحديد ان هي تمثل الخطر او غيره. ما هو العلم كان ليه اراء كثيره جدا، كيف يمكن لنا ان نكافح ظاهرة كلاب الشارع منذ سنوات طويلة وكما اقترحنا منذ سنوات عديدة. هتكلم من الفترة اللي أنا يعني بقيت فيها متدخلة في مسألة الرفق بالحيوان، ودي فترة تمتد أكتر من 25 سنة، ومن 25 سنة وإحنا بننادي باللي هم بيقولوا عليه بقى دلوقتي إن هم وصلوا له، التعقيم والتطعيم، وده رأي العلم. هذا ما وصلت إليه الدول اللي سبقتنا اللي كان عندها هذه التجربة وأثبتت على أرض الواقع إنه العلم بيقول التعقيم والتطعيم. لم يذكر العلم مسألة القتل إطلاقا للحيوانات إلا في حالة ثبوت السعار. طيب وبالتالي يتم التخلص منه. الطرح اللي فيه 500 مليون جنيه احنا 500 مليون جنيه برضو احنا نحب نعرف هذا الرقم بني على ايه؟ هل هو رقم تعجيزي؟ انا طالع اقول رقم عشان اخض الجهة المسؤولة أو الدولة أو الحكومة وفهمها أو الجمعيات المدنية، لأنها جمعيات مدنية والأهلية يهمها هي كمان تحل المشكلة فممكن تساهم. الجمعيات المدنية بالفعل بتقوم بقدر كبير جدا. إن إحنا مين اللي بيعمل التعقيم والتطعيم على أرض الواقع دلوقتي؟ الجمعيات المدنية. أي مشروع للتطعيم على الأرض الجمعيات المدنية القايمة بيه. احنا محتاجين نبحث اي مشروع للتعقيم على الارض الجمعيات المدنية بالفعل هي اللي اشتغلت. الناس لما يبقى عندها مشكلة بتكلمكم كمان باتفاقيات رسمية مع اجهزة المدن زي جهاز مدينة زايد وجهاز مدينة اكتوبر، منسقين المجتمع المدني والجمعيات المدنية اللي اشتغلت في الشروق والتجمع الخامس ومناطق اخرى في اسكندرية. رحنا بنسويف، رحنا المنيا، رحنا أسوان والأقصر ساعة ما كان عندنا احتفالات زي مواكب الحضارات، موكب الحضارات المومياوات وخلافه. فبالتالي الجمعيات المدنية قالت من الأول أنه التعقيم والتطعيم. 500 مليون نحب نعرف هذا الرقم بني على أي أساس وهيتنفذ بإيه ومين الجهة المسؤولة عنه. والجهات المدنية والمنظمات المدنية أبدت كامل استعدادها إنها تدرب أطباء بيطريين شباب، إنها تقوم تنفذ من خلال فرقها المحدودة بتنفذ بيها لجاية دلوقتي، إنها تدعم ده مع الجمعيات الدولية، وإن كانت الجمعيات الدولية أعربت بوضوح على إنها لن تقدم معونة إلا في حالة ثبوت جدية الدولة في هذه المسألة من خلال وجود تشريعات ومن خلال إعلان رسمي أنه لن يكون هناك إلا الأساليب العلمية، التعقيم والتطعيم. وإحنا في كلنا مع الأساليب العلمية يا أستاذة منى، ودي أسئلة طرحتها الأستاذة منى وهي أسئلة مشروعة زي كمان ما الكلام والمعلومات اللي أخذناها النهاردة من الدكتورة شيرين كنا محتاجين إن احنا نسمعها النهاردة.